يلا اتفضلي عرفي نفسك معلش. ايفون مسعد اتحاد شباب ماسبيرو. الاهداف النهارده بقى والمطالب والكده. احنا النهارده عملنا مؤتمر صحفي كان مجمع كل الصحفيين والجرايد والتلفزيونات عشان بنعلن عن مسيرة وبنكشف كذب محافظ أسوان اللي كان بيقول ان في كنيسة، الكنيسة دي مش كنيسة اللي اتحرقت، وبيقول ان ده مضيفة وان التراخيص كلها مزورة، ولكن اثبتنا له بالاوراق والمستندات ان دي كنيسة وبالصور. وعشان كده مطالبنا الاساسية محاكمة كل الجناة والشيوخ اللي كانوا متواجدين يوم الجمعة وحرضوا على حرق الكنيسة، والمحاكمة الجناة من أول الكشح لغاية النهاردة. تقصد المشايخ مين فيهم بالظبط؟ كان في ضابط اللي هو المفتش بتاع المباحث اسمه، أنا مش فاكرة اسمه بالظبط، اسمه الأستاذ اسمه أحمد زكي، هو اللي كان واقف بيصلي، وبعد كده بدأ يحرض كل الشعب اللي كان متواجد في الجامع وقال لهم. فين حته في أي جامع؟ في جامع اللي هو في قرية، في قرية في إيد في أسوان. حرضهم على أساس إيه ده؟ على أساس إن هم يهدموا الكنيسة ويقولوا عليها إن دي مضيافة، عشان بيقول إن تزوير وإن الورق ما الكلام ده مصور مسجله؟ مسجل وعلناه النهارده على الصحف كلها، وهتلاقوه في الجرايد منشور، وكل التلفزيونات اعلنت الورق ده. النهارده واقفه ولا اعتصام هيبدا النهارده؟ لا النهارده بدانا اعتصام مفتوح من الان حتى ناخد حقوقنا كلها. اوكي تحت.